وفي الأثناء ثمن المواطنون في مدينة تكريت حالة الاستقرار الأمني المتحقق بفضل متابعة محافظ صلاح الدين وجهود وتضحيات منتسبي القوات الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الوضع الأمني المستقر الذي تعيشه مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين سمح للعوائل بالتنزه والتسوق من أجل أخذ قسط من الراحة والترفيه ولساعات متأخرة من الليل لتغيير طبيعة الحياة الروتينية. والله فضل من الله، الحمد لله هسه بدينا نقدر نطلع نفوت نجي، الحمد لله والشكر. فضل من الله، القوات الأمنية موجودة متواجدة وموفرت لنا الأمان، الحمد لله والشكر. يعني الحمد لله هسه أحسن من قبل. شوف يوم بعد يوم إن شاء الله مسيطرين القوات الأمنية وانتشار حلو، وبراحة نتجول إن شاء الله هنا. يعني نتأخر الأوقات وأوقات، يعني مثلا 11 كذا موجودة، المحلات موجودة، الناس مطمئنة، يعني الحمد لله والشكر. مرات ال 12 أرجع مثلا، زين الحمد لله فضل من الله، أحسن من قبل، من سنين قبل أكو تحسن يعني ملحوظ من ناحية الخدمات من كل شيء إن شاء الله. والله الحمد لله فضل جهود القوات الأمنية، الوضع المستتب حيل مستقر والحمد لله والشكر. عوائل تطلع بأوقات متأخرة، يعني المحلات اللي انت تبقى 11 11 ونص، كذلك توفير الكهرباء الحمد لله والشكر، كهرباء حيل هالوقت حيل زينة، والكهرباء متوفرة والمحلات تبقى 11 ونص، والعوائل تعرف هذا الموظف هذا الشيء، فما يقدر يجي قبل يطلع شوية يرتاح ويطلع في أوقات متأخرة، هذا اللي يطلع على المطعم، هذا اللي يودي أطفال المتنزهات يفترون، هذا عندنا قص حاجات يطلع ملابس كذا يسوق من السوق، والحمد لله والشكر هذا كله يفوت العود الفضل رب العالمين. ثم نشكر قواتنا الأمنية على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن واستقرار مدينة تكريت. البقاء لوقت متأخر من الليل في المتنزهات والمحال التجارية يؤكده المواطنون إنه دليل واضح وصريح على مدى استقرار الوضع الأمني في المدينة، وإن التعاون بين الأهالي والقوات الأمنية هو من يصنع الأمان. الحمد لله الوضع الأمني زين، كون أصحاب المحلات واللي قاعد نظل 11 ل 10 ونص 11 اعتيادي، الحركة موجودة الحمد لله، ونشكر بفضل القوات الأمنية الحمد لله. وأكو لاحظنا فرق عن 2014 إلى حد الآن، والإنارة مشتغلة والكهرباء الحمد لله زينة، وهاي شوفت عينك هسه، يعني السوق يظل باقي يعني وقت متاخر. يعني طبعا حاليا الوضع الامني في تكريت كلش ممتاز جيد، والعوائل قاعده تتبضع، وانا بصفتي رئيس جمعيه قاعده تجي عوائل علي حتى في متاخره في الساعات من الليل، يعني العشرة ل 11 نظل احنا متواصلين مع الناس، والناس كلهم مطمئنين من ناحيه الامنيه. وطبعا هذا كله يعود بفضل من فضل قواتنا الامنيه البطله وفضل الشرطه والجيش، يعني هذا خصوصا سارع زور تلقى به القائد يفتر، امر افواج يفتر، عميد سعد، لواء قنديل، الضباط كلهم يعني اللي عندهم خفارات ليليه، وحتى في ساعه متاخره بالليل مرات نقعد نلقى الاجهزه الامنيه منتشره بالشارع، وهذا دليل على حرصهم علينا طبعا احنا كمواطنين، وبدورنا نشكرهم طبعا، وان شاء الله الوضع يصير احسن واحسن. ارتياح الأهالي داخل مدينتهم جاء بفضل ما تنعم به تكريت من ناحية الأمن والأمان، والذي تحقق بفضل التضحيات الكبيرة التي بذلها رجال الوطن الشرفاء. وهذه رسالة واضحة مفادها بأن أعداء الحياة لا مكان لهم في هذه الأرض. لقناة صلاح الدين الفضائية، أحمد سمير، تكريت.